لك مرأة مثلا يكون عندها عقد، يكون عندها خاتم، أرادت تغييره، تذهب إلى الصائغ بائع المجوهرات فتقول له أنا هذا أريد أن أبدله بشيء آخر، عندي هذا الخاتم بغيت نشري سلسلة في بلاستو، يأخذ هذاك الصائغ هذاك الخاتم فيزينه، يقول هذا ثمنه كذا، طيب ها هو نحطه، شو من سلسلة شنو بغيتي تأخذ هي سلسلة مثلا، تفهمت معه تيوزنها هذا الثمن مثلا، الخاتم تيقول لها الخاتم هذا السلسلة بألفين درهم، والخاتم ها هو بألف درهم، غادي تعطيني الخاتم وغادي تزيدني ألف درهم وغادي تأخذ هذه السلسلة بألفين درهم، هذا لا يجوز، هذا ربا لا يجوز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء.